وفي سوريا خسر تشرين نقطتين ثمينتين في طريقه للصراع على لقب الدوري السوري الممتاز بكرة القدم بسقوطه بفخ التعادل أمام مضيفه الحرفيين بهدفين لهدفين ضمن مباراة الجولة 21 للبطولة. ففي المباراة التي أقيمت في حلب لم ينجح البحارة بتحقيق الفوز لتنتهي المباراة بالتعادل الذي لم يكن مرضيا لتشرين، خاصة وأنه جاء أمام متذيل الترتيب نادي الحرفيين. سجل هدفي تشرين مدافعه رامي لايقة، فيما سجل هدفي تشرين الحرفيين كل من عبد الملك حلبية ومحمود صلال. ورغم التعادل بقي تشرين في الصدارة رافعا رصيده ل43 نقطة، فيما أصبح رصيد الحرفيين 8 نقاط في المركز الأخير. وفي مباراة أخرى قلص الوحدة الفارق مع تشرين ل3 نقاط بفوزه المهم على جاره المجد بهدف وحيد حمل توقيع لعيبه أحمد الأسعد، ليرفع الوحدة رصيده ل40 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة عن الجيش، معززا آماله في المنافسة على اللقب. وفي بقية مباراة الجولة تغلب الوثب على النواعير بأربعة أهداف لهدف وحطين على الساحل بهدف نظيف، فيما انتهت مباراة الشرطة وجبلة بالتعادل السلبي من دون أهداف.